بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرسته إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يصيغ في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك سرا. وقال رضي الله عنه أسر حسين الحلاج أسرة فلم يكن في زمنه من يأخذ بيده ولو كنت في زمني لأخذت بيدي وأنا لكل من أثر مرقوب من جميع صحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيدي كلما أثر حيا وميتا فإن فرسي مسرج ورمحي منصوب وسيفي مشهور قوسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأحوال أنا بحر بلا سائل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام يا على الجبال دكت جبالكم يا على الصوام هدمت صواميكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا بطال يا طفال ألوموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا سائل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولتثنى على عيني وعزت ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي ويوقفون لدي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم أنا غائس في بحر العلم القديم أنا وجهة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارثه يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. تكلم يسمى منك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. والله ما شربت أنت أكيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بحق عليك الشرب وما أكلت أنت أكيل لي بحق عليك كل أمنتك من الردى تجي السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون العجبين عريض اللية طويلها عريض الصدر نحيف البدن ربع القامة جوهري الصوت بي الصوت شريع الدمع شديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفش وأقربهم إلى الحق شديد البأس ذاتيك محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربه ولا يرد السائل ولو بأحد ثوبه وكان التوفيق رائدا
والتأييد معارضا والعلم مؤذبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كازا والمعرفة إرزا والخطاب مسيرا واللحظ سفيرا والأنس نديما والبست نسيما والصدق راية والفتح بضاعة والعلم ضيعة والذكر سميرا والمكاشفة غداء والمشاهدة شفاء وآداب الشريعة ظهيرا وأوصاف الحقيقة سرائرا قدم التفويض والموافقة مع التبري من الحول والقوة وطريق تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الهدور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكان الربودية مستمدة من معهد كمال الربوبية فهو عبد سمع مصاحبة التفرقة إلى مرافقة الجم مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرا وأحواله أطهر من شمس الضيرة وكان الوفاة دامت علينا بركته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنتين 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره طاهر يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لنا.